التعليم الخاص للنواب المحترمين فتح البقالي، محمد أبو الفرج، جواد حمدون، طيب المصباحي، عبد الله أبو فارس، عبد الصمد قيوح، محمد البرنيشي، رشيد عدنان، عبد الواحد الأنصاري، وحرمة الله محمد الأمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة. رحيم، صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، السيد رئيس، السيدتين الوزيرتين، السادة والسيدات النواب المحترمون. السيدة الوزيرة، لقد أصبح التعليم الخاص يشكل دعامة في التربية والتكوين، غير أنه من الملاحظ أن بعض المؤسسات التعليمية لا تحترم المعايير المطلوبة لتحقيق الجودة والرفع من مستوى التكوين، وكذا الاقتصار فيما يخص الأطر التربوية على أساتذة التعليم العمومي، مما يؤثر على القطاعين دون فتح الفرص أمام الشباب المتخرجين من الكليات والمعاهد العليا، ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على مستوى التحصيل سواء بالنسبة للتعليم الخاص أو التعليم العام، علاوة على عدم مساهمة التعليم الخاص في تشغيل خريجي الجامعات والمعاهد العليا، إلى جانب العديد من المشاكل المطروحة في هذا القطاع. فما هي الإجراءات المتخذة في هذا الإطار سيدة الوزيرة؟ شكراً سيدة النائبة المحترمة. جواب سيدة الوزيرة. شكراً. شكراً سيد الرئيس. بالفعل سيدة النائبة المحترمة، قطاع التعليم الخصوصي يشكل مكوناً هاماً ضمن مكونات المنظومة التعليمية، ويتبين ذلك من خلال بعض الأرقام التي أود أن أزودكم بها. ففيما يتعلق بعدد التلاميذ، فقد بلغ سنة 2009-2010 576,700 تلميذ وتلميذة متمدرسين بالقطاع المدرسي الخصوصي، أي بنسبة 9% من التلاميذ. هذه النسبة كتبلغ 11% بالنسبة للتعليم الابتدائي. أما فيما يتعلق بالأطر العاملة في هذا القطاع، فقد بلغت هذه السنة 70,030 إطار وعون، حيث أن أطر التدريس، عدد أطر التدريس بلغ أكثر من 50,000 إطار. 50,000 إطار، 80% منهم يشتغلون بشكل قار في المؤسسات التعليم الخصوصي. 80% من 50,000 كلهم يشتغلون بصفة قارة ودائمة بهذه المؤسسات، والعدد ديالهم هو 39,700. كذلك بالإضافة إلى أطر التدريس، هناك أطر الإدارة التربوية، بحيث أنه لدينا 2,958 مدير ومديرة في هذه المؤسسات، والمستخدمون بالإدارة والنقل الذين يبلغ عددهم 17,000. فهذا القطاع بالإضافة إلى كونه يساهم في تقديم يعني خدمات تربوية، فهو كذلك يساهم في التشغيل بهذا القدر الهام الذي أشرت إليه. وبطبيعة الحال بحكم أن هذا القطاع مكون من مكونات المنظومة التربوية، فإن الوزارة تدرجه في كل برامجها، خصوصاً تلك المرتبطة بالتأطير التربوي وبالتكوين المستمر، كما أننا لدينا إطاراً للتنسيق والعمل المشترك مع الجمعيات الممثلة لهذا القطاع من أجل العمل سوياً على الارتقاء بخدماته وتوسيع طاقته الاستيعابية. وشكراً. شكراً سيدة الوزيرة المحترمة. تعقيب سيدة النائبة. إعلان سيدة الوزيرة، هذه الأرقام كلها اللي أعطيتها نحن على وعي بها، ولكن الشيء راه كيدخل في باب الحاجة. ما يمكنش شي مؤسسة تعليمية ما تخدمش برجال تعليم بأطر تربوية وبأعوان، إذا هذا الحاجة. أنا كنتكلم على الشق المرتبط بالواجب الوطني، والواجب اللي خصو يكون فيه الوفاء بالمجهودات اللي كتقوم بها الدولة. الدولة عاطية مجموعة من الإعفاءات للقطاع الخاص، فإذا شنو هو الرد اللي كيكون بشكل وطني من أجل المساهمة في بناء الدولة وتنميتها؟ في الوقت اللي كنلقى رجل تعليم يمارس في القطاع العام ويمارس في القطاع الخاص، فإذا هذا يؤدي إلى عدم الجودة في القطاعين معا.
لان ما يمكنش شي واحد الانسان كيشتغل في القطاع العام ومطالب بالتصحيح وبالتركيز وبالمتابعه والتعامل بيداغوجي وتيمشي كيشتغل كذلك في القطاع الخاص. ثانيا ان المعطلين، وحنا هنا ما كنفرضوا على شي حد يمشي للقطاع الخاص، ولكن اللي عنده رغبه يشتغل في القطاع الخاص من المفروض ان يمشيو في هذا الشيء اللي كتكلمي عليه السيده الوزيره، هو ان يكون اعاده التكوين والهيكله وادماج هذه الاطر المعطله. بالاضافه الى ذلك فكنقترحوا في الفريق الاستقلالي باش تكون واحد النوع من التعامل بالتعادليه في الامور، اللي كيستحق اللي كيشتغل بشكل وطني واللي كيدمج هذه الاطر واللي كتكون عنده نسبه النجاح 100%، كاين مؤسسات تعليميه في القطاع الخاص اللي كتعطي نسبه نجاح 100% و99%، هاتي نصفق لها ونحن معها. ولكن المؤسسات التعليميه كاين اللي كتنفخ في النقاط السيده الوزيره، كاين اللي كتعطي سميتو اللي كتعطي الدروس بشكل غير ايجابي، اللي كتقلص من اللغه العربيه، اللي كتعطي لغه عربيه رديئه، اللي المقررات كتعطيها بالمقررات الاجنبيه وكتهمل المقررات الوطنيه اللي هي اللي كتبت الروح الوطنيه في اطفال وتلاميذنا واطرنا. فاذا ما يمكنش نتكلموا على الروح الوطنية وبغينا أن واحد المغربي يكون ساوي وأنا كنعطيه مقررات أجنبية ما فيها شيء الروح ديال التوابيت ديالنا وديال المبادئ وديال الهوية. فإذا شكرا سيد الوزير. شكرا سيدة النائبة. جواب سيدة الوزيرة. شكرا. بعض الإشارات فقط بالنسبة الأطر التي اللي هي يعني تشتغل داخل القطاع العمومي وتشتغل كذلك في القطاع الخصوصي، هذه يعني مسائل مرخص بها في أطر في إطار ساعات أسبوعية يعني لا يمكن أن تتجاوز، والأكاديميات الجهوية لها آليات لمراقبة هذا الموضوع، كما أن لها آليات لمراقبة كل القضايا الأخرى التي أشارت السيدة النائبة المحترمة إليها. بالإضافة إلى ذلك نحن لدينا اتفاقية مشتركة بين بعض منظمات القطاع الخصوصي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل من أجل العمل سويا على تكوين حاملي الشهادات وتوظيفهم من طرف هذا القطاع. شكرا السيدة الوزيرة.